يا مساء الخير على كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان. حلقه جديده من 60 دقيقه، وزي ما متعودين معاكم طبعا كل يوم بنبتدي ان احنا تكون حلقتنا بسؤالنا. سؤالنا بقى النهارده مختلف شويه. سؤالنا النهارده بيتكلم عن مسلسلات رمضان. سؤالنا النهارده بيقول، يعني لو انتم تابعتوا اكيد على مدار شهر رمضان عدد كبير من المسلسلات اللي اتعرضت خلال الشهر ده، عايزه اعرف منكم بقى، من كل المشاهدين اللي بيتفرجوا علينا النهارده، لو انت حابب انك تطلق لقب على اللاعب المفضل ليك يكون اسمه مسلسل من مسلسلات رمضان 2020، تختار له اسم ايه او مسلسل ايه؟ مستنيين كل اجاباتكم على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بالقناه عشان ان شاء الله نستعرضها في نهايه حلقتنا النهارده. وقبل بقى ما نروح لفقره اخبارنا الحصريه، هنستعرض الاول مع حضراتكم اجنده المباريات النهارده، واللي هتكون طبعا فيها مباراه وحيده بس في الدوري الالماني بتجمع ما بين هيرتا برلين ويونيون برلين. ده هيكون الساعه 8:30 مساء في افتتاح مباريات الاسبوع 27 من البونز ليجا او الدوري الالماني. هنروح بقى دلوقتي معاكم لفقرة أخبارنا الحصرية. هنبدأ أخبارنا من النادي الأهلي، وبتعقد لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح جلسة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بعد عيد الفطر إن شاء الله لمناقشته في احتياجات الفريق من أدوات للتعقيم المستخدمة إن شاء الله في التدريبات، استعدادا لعودة الفريق لخوض التدريبات خلال شهر يونيو المقبل، وده كمان لمناقشة الإجراءات الاحترازية واللي هيعملها أو هيقوم بها الجهاز الفني عشان يضمن سلامة اللعيبة، بجانب برضو اطلاع مدير الكرة على المسودة الأولية للتعديلات اللي أجرتها اللجنة على لائحة الفريق واللي هيتم تغييرها بداية من الموسم الجديد، واللي بتتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين للتعليمات، خصوصا طبعا فيما يتعلق بالظهور التلفزيوني. وكمان بعد ما شهدت أكيد في الفترة اللي فاتت دي عدد كبير جدا من اللعيبة اللي خالفوا التعليمات دي، بجانب برضو زيادة مكافأة الفوز في البطولات واللي هيتم تقسيمها على جزئين، الأول بيخص البطولات المحلية والجزء الثاني بيخص البطولات القارية، عشان يشجعوا اللعيبة ان هم يجتهدوا اكتر ويبذلوا قصارى جهدهم عشان يرجعوا الفريق مره ثانيه لمنصه التتويج. من ناحيه ثانيه برضو حطت لجنه التعاقدات في النادي الاهلي طاهر محمد طاهر لاعب المقاولين العرب في دايره الاهتمامات خوفا من تعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد تاون الانجليزي عشان يتعاقدوا مع رمضان صبحي، وده بسبب تمسك النادي الانجليزي بالحصول على 7 مليون دولار عشان يوافقوا على رحيله، خصوصا بعد ما شهدت الفتره اللي فاتت دخول انديه فيورنتينا وأودينيزي الإيطاليين وبشكتاش وقاسم باشا التركيين في الصفقة. وعرفنا كمان في 60 دقيقة أن فايلر رحب بالتعاقد مع لاعب المقاولين العرب كبديل رمضان صبحي، خصوصا بعد مشاهد عدد من التسجيلات للمباريات اللي شارك فيها اللاعب، وأبدى كمان إعجابه بإمكانيات اللاعب الفنية والبدنية. وأكد كمان المصدر أن لجنة التعاقدات في النادي الأهلي هتبدأ في استطلاع رأي المقاولين العرب بخصوص التعاقد مع اللاعب والمقابل المادي بعد العيد. لسه مكملين معاكم مع اخبار النادي الاهلي، ودخل نادي لوزيرن السويسري في مفاوضات قويه مع شادي رضوان ناشئ النادي الاهلي من مواليد 2001 تمهيدا للتعاقد معاه خلال فتره الانتقالات الصيفيه اللي جايه. بيرغب نادي لوزيرن السويسري في ضم فراري نادي الاهلي شادي رضوان في الميركاتو اللي جاي، ودخل واحد من الوكلاء وكلاء اللاعبين المصريين في مفاوضات مع والد لاعب النادي الاهلي عشان يعرف مدى رغبه اللاعب ان هو يرحل عن النادي الاهلي. وكمان نادي العين الاماراتي جدد برضه طلبوا في التعاقد مع شادي رضوان في الميركاتو الصيفي اللي جاي. وفي ظل العودة المتوقعة للتدريبات خلال الفترة اللي جاية، مسؤولين نادي الأهلي كمان بيدرسوا ضم فرد جديد للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، وبيرغب مجلس إدارة النادي الأهلي في وجود فرد يكون مسؤول بجزئية الإجراءات الاحترازية ويكون من اللي تعايشه في الظروف دي قبل كده، ويكون برضو على علم بطريقة تعقيم الأدوات. وبيحرص مجلس الإدارة بالتعاون مع إدارة الكرة بقيادة كابتن سيد عبد الحفيظ على تحضير ملف كامل عن ما يتم العمل به في الخارج،
وتحديدا التجربة الألمانية، وده طبعا أكيد في مواجهة لفيروس كورونا المستجد. وكانت كمان رئاسة الوزراء أعلنت قبل كده عن عودة الحياة الرياضية والنشاط في منتصف يونيو اللي جاي بعد توقف دام أكثر من 3 شهور بسبب انتشار فيروس كورونا. نروح بقى من أخبار النادي الأهلي لأخبار نادي الزمالك ونجم الفريق الأبيض التونسي فرجاني ساسي، واللي بيأجل فكرة خوض تجربة الاحتراف، أعلن تمسكه بالبقاء في نادي الزمالك لرغبته في مواصلته لمسيرته الناجحة مع الفريق ومواصلة حصد البطولات. وبتتجه النية لتمديد عقد ساسي مع نادي الزمالك لموسمين، خصوصا طبعا إن عقده بينتهي بنهاية الموسم اللي جاي، نظرا لكونه من العناصر المتميزة واللي بيعتمد عليها الفريق بصورة أساسية. وبينتظر أن يحسم مجلس إدارة نادي الزمالك ملف التجديد وتمديد عقود اللعيبة المتبقي في عقودهم موسم واحد بس خلال الفترة اللي جاية. مجلس إدارة نادي الزمالك كمان طلب من كارتيرون سرعة الانتهاء من تقريره الفني عن الفترة اللي جاية والفترة كمان اللي فاتت، خصوصا أن في بعض الأمور اللي بيسعى نادي الزمالك دلوقتي أن هو يحسمها نهائيا، خصوصا طبعا ملف اللعيبة المعارة، عشان يكون في فرصة أن هم ياخدوا قرار بإعادة بعضهم نهائيا لصفوف نادي الزمالك وعرض المجموعة الثانية للبيع النهائي في ظل رغبة العديد من الأندية أن هم يحصلوا على خدمات بعض اللعيبة بصورة نهائية. هنختم بقى معاكم أخبارنا مع رزاق سيسي مهاجم نادي الزمالك والمعار لصفوف الاتحاد السكندري. حدد مسؤولين نادي الزمالك موقفهم النهائي من بيع الأيفواري رزاق سيسي خلال فترة الانتقالات الصيفية اللي جاية، وبيتمسك مسؤولين نادي الزمالك بالحصول على 3 مليون يورو عشان يبيعوا رزاق سيسي في الميركاتو الصيفي اللي جاي. رفض الفرنسي باتريس كارتيرون عودة رزاق سيسي لصفوف نادي الزمالك في الموسم الجديد برغم مستوياته المميزة مع الاتحاد السكندري، وبيصر نادي الاتحاد السكندري على ضم رزاق سيسي من نادي الزمالك، لكن طلبات نادي الزمالك الماليه الكبيره اكيد ممكن تعرقل الصفقه. وطلعت يوسف مدرب نادي الاتحاد السكندري صرح في الفتره اللي فاتت ان هو عنده رغبه في استمرار رزاق سيسي مع الفريق في الموسم اللي جاي. مباراه بقى الاهلي والاسماعيلي الشهيره في موسم 2001-2002 واللي خلصت بالتعادل الإيجابي 4-4 كانت واحده من امتع المباريات في تاريخ كره القدم المصريه. ذكرى المباراة دي كانت من أيام، عشان كده قلنا إن احنا نعيش مع حضراتكم أجواء المباراة دي من جديد. ونروح دلوقتي لمحافظة إسماعيلية مع زميلنا شريف عادل ومعاه واحد بقى من نجوم المباراة دي، كابتن عطية صابر لاعب النادي الإسماعيلي السابق وصاحب كمان هدف التعادل الرابع لنادي الإسماعيلي من ضربة جزاء، واللي طبعا غيرت مسار لقب دوري موسم 2001-2002 من الجزيرة للإسماعيلي. برحب بيك يا شريف، كل التحية طبعا لكابتن عطية صابر. كل مشاهدي اون تايم سبورتس في كل مكان، يمكن زي ما بتقولي اجواء جميله جدا عاشتها الاسماعيليه من 18 سنه بالتحديد. يمكن يوم 20 مايو 2002 كانت مباراه الاسماعيلي والاهلي الشهيره 4-4، واللي كان نفس الموسم بعدها ب 10 ايام بالظبط او 12 يوم قدر النادي الاسماعيلي ان هو يتوج بلقب اخر بطوله دوري عام احرزها النادي الاسماعيلي. كانت اخر بطوله النادي الاسماعيلي في 2002 طبعا، من خلال اكيد طبعا الفوز باللقب على حساب النادي الاهلي. زي ما بنتكلم 20 مايو 2002 كانت مباراه النادي الاهلي الشهيره اللي انتهت 4-4. يمكن واحد اكيد من الركائز الاساسيه للنادي الاسماعيلي في المرحله دي، وقدر كمان مع النادي الاسماعيلي ان هو يحقق لقب بطوله كاس مصر 97 ودوري عام 2001-2002 الكابتن عطيه صابر. كابتن عطيه صابر بالتاكيد ليه تجارب عديده في عدد من الانديه المصريه سواء كلاعب او كمدير فني او حتى كمدرب عام داخل الجهاز الفني الفريق الاول بالنادي الاسماعيلي، وتجارب في السعوديه. اكيد بنتذكر معاه بقى الاجواء الجميله واسره برنامج اكيد 60 دقيقه حريصه على يعني تسليط الضوء على الذكريات الجميله للنادي الاسماعيلي واللي جاي بقى ان شاء الله. في البدايه كابتن عطيه بنرحب بحضرتك، يعني منورنا طبعا ومشرفنا، اجواء جميله وذكريات جميله بتفتكرها على طول بالتحديد يا كابتن عطيه. في البدايه بنرحب بيكم طبعا في اسماعيليه وبنهنيكم ان شاء الله بعيد الفطر المبارك ان شاء الله باذن الله، ودايما في خير وصحه وسعاده ان شاء الله باذن الله. الذكريات والاجواء جميله دايما، اللعيبه تحب الجماهير تحب تفتكر اللعيبه اللي جابت بطولات. كابتن عطيه صابر
كاس مصر 97، كانت اول بطوله كاس في تاريخ نادي الاسماعيلي، وايضا بطوله دوري عام 2001 2002، يمكن واحده من اشهر ركلات الجزاء طبعا اللي تفتكرها الجماهير، ركله الجزاء الرابعه اللي احرز منها الاسماعيلي هدف التعادل يا كابتن عطيه. هو اكيد طبعا يعني انت لما بتيجي تتكلم عن ركله جزاء الناس كلها بتبقى متذكره الركله دي، لانها هي كانت سبب في حصول النادي الاسماعيلي على بطوله الدوري، وبطوله بتبقى غايبه سنين طويله جدا عن قلعه الاسماعيلي او قلعه الدرويش. فاي هدف سواء ركله جزاء او هدف مثلا، لو قلنا او تذكرنا نفس الكلام في مباراه المصري عمرو فهيم، الاهداف دي ما بتتنسيش لا من عند جمهورك اللي بيشجعك وبيقف وراك، ولا من عند حتى جمهور المنافس يعني. فديت بتبقى اهداف لها ذكريات عمرها ما بتتنسي ابدا او ما بتتمحيش من الذاكره بتاعت لا الجماهير ولا اللاعب نفسه يعني. ماتش 4-4 اللي هو طبعا كان يوم 20 مايو 2002 من 18 سنه ويومين بالتحديد، كواليس ليله المباراه والمباراه نفسها، يعني نتكلم الاول في الذكريات دي. والله هو يعني الماتش كان اجواءه صعبه، لانه كان جاي بعد ماتش الاهلي والزمالك في بطوله الدوري، النادي الاهلي كسب الزمالك 6-1 ونتيجه كبيره جدا. بالظبط، الاهلي والزمالك كان 16 مايو وانتوا 20 مايو. فانت حضرتك بتتكلم في نتيجه كبيره حققها النادي الاهلي على نادي الزمالك الغريم التقليدي او القطب الثاني في الكره المصريه يعني. ماتش بيتحدد عليه المنافسه تبقى شكلها عامله ازاي، مين هيقدر يواصل مين مش هيقدر يواصل. النادي الاهلي في الفتره دي كان من الانديه الكبيره جدا والقويه جدا، وعنده لعيبه بيمتلك لعيبه على قدر كبير جدا من الكفاءه. النادي الاسماعيلي كان عامل سنه استثنائيه في السنه دي من حيث الاداء ومن حيث النتائج، فالمباراه ما كانش حد يقدر يتوقع ايه النتيجه بتاعتها غير اثناء سير المباراه يعني. فطبعا كانت ماتش مهم جدا، فكان كل اللعيبه في تركيز كبير جدا، ان انت خلال السنه ديت احنا كنا كان في حاجه او في هدف او في طموح كنا بنلعب عليه، احنا كان كل مباراه بناخدها على حده، سواء بنلعب في جوه اسماعيليه او بره اسماعيليه، احنا لينا هدف واحد، اذا كنا عايزين ننافس على بطوله او نقدر نحصل على بطوله لازم تلعب على المكسب، سواء بتلعب في ملعبك او بره ملعبك. فده اللي كنا شغالين عليه، كنا رايحين نلعب الاهلي ومش خايفين من الاهلي، احنا مقدرين وبنحترم النادي الاهلي. الاهلي كسبان 6-1 قبلها اكيد طبعا، لكن مش خايفين من الاهلي، احنا بنقدر وبنحترم النادي الاهلي، الامكانيات بتاعته اللي موجوده ومنافساته دايما على جميع البطولات اللي بيلعب عليها. فاحنا كنا رايحين برضه علشان نلعب على المكسب، علشان نقدر نحقق بطوله لجمهور اسماعيليه. الشوط الاول من المباراه انتهى بالتعادل 2-2، الشوط الثاني كنت حضرتك بديل ورقه رابحه، انا كنت بتشارك طبعا باستمرار كاساسي، لكن في المباراه ده كنت بديل، نزلت الشوط الثاني، كان ليك اكتر من بصمه في اهداف الشوط الثاني سواء للاسماعيلي او حتى على الاسماعيلي لما اتحسبت عليه ركله جزاء يا كابتن. والله الماتش ده الكابتن محسن يعني فضل انه يبدا بمحمد عبد الله في المباراه ديت، وكان طبعا وقتها موجود محمد عموره طبعا نجم كبير، نجم النادي الاهلي ومنتخب مصر. فمحمد يمكن شويه ما كانش موافق خلال الشوط الاولاني بجميع احداث اللي حصلت في الشوط الاول من اهداف سواء هنا او هنا، تقدم النادي الاسماعيلي وتعادل النادي الاهلي من حلاوه المباراه وهجمه هنا وهجمه هنا. انا يعني في خلال وجودي في النادي الاسماعيلي او في خلال وجودي او ادائي في المباريات جوه الملعب ببقى هادي جدا، لكن بره الملعب ببقى عصبي جدا. فانا بره كنت متوتر جدا وعصبي جدا، فيمكن الكابتن محسن جه قال لي بين الشوطين قوم سخن، فقمت اسخن، انا بيني وبينك انا ما قدرتش اسخن خالص يعني، فحبيت اقف ان انا اعمل اطاله على اساس ان الواحد يهدى شويه من نتيجه العصبيه والتوتر والماتش واحداثه، لدرجه ان انا كنت يعني خلاص هقع وانا بعمل اطاله. فانا بيني وبين نفسي قلت انا مش هعمل ماتش كويس يعني، الاحساس العام والجسم. انك تطلب من كابتن محسن صالح لا مش هقدر اشارك، قلت له لا 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 مش الاحساس ان انا هقول ان انا مش عايز اشارك، لا لكن انا مش هبقى كويس. لكن مجرد صفاره البدايه بتاعه الشوط الثاني والحكم، انا ما كنتش عارف انا بجري ازاي، يمكن كانت بتبقى الهجمه علينا ضربه ركنيه ودفاعيه علينا، انا اللي كنت بفنشها وبنقطعها وبفنشها الناحيه الثانيه في الناحيه الهجوميه. فعملت ضربه الجزاء الثالثه للاسماعيلي بتاعت اسلام الشاطر، يمكن ديت كانت هجمه ما بيني انا وبركات في ناحيه اليمين، والكره بقت مع محمد بركات، فانا بدات اتحرك واحده واحده مع محمد عماره، وفي توقيت معين وبانسجام كبير بيني وبين بركات حطي لي الباص من ورا عماره، وقطعت انا بالسرعه بتاعتي من وراه، يمكن فيها حته صغيره كده، لو انا فضلت ان انا العب بالعرض برجلي اليمين كان ممكن محمد عماره مع الزحلقه اللي بيعملها ديت يقطعها بمنتهى السهوله، لكن فضلت
ان انا احط رجل الشمال في السكه بتاعه الزحلقه بتاعته على اساس ان انا اقدر اخد ضربه الجزاء، وقدر اسلام انه يسجل منها بصراحه باقتدار ضربه الجزاء ديت الهدف الثالث بتاعنا بتاع النادي الاسماعيلي. ما فكرتش في اللحظه دي ضربه الجزاء الثالثه ان انت اللي تشوطها او تكلم الكابتن اسلام فيها خالص؟ لا هو الكابتن اسلام راح على الكوره وخدها من قبل الماتش اساسا. يمكن كان في ماتش قبل كده كان غزل السويس جبت ضربه جزاء وكنت عاوز اشوطها، وكان في ماتش او ماتشين قبل برضه بجيب ضربات جزاء او تيجي ضربات جزاء وبعاوز اشوطها، فكان بيبقى في ترتيب موجود. كان اسلام او عماد او بركات، وكابتن محسن طبعا كان خاصه في ماتش الاهلي يعني شد في شعره قال لي يعني اولوياته، فاسلام خلاص يعني انا التزمت بالقرار بتاعه واسلام شاط الكره وقدرنا ان احنا نسجلها، ودي الاهم بالنسبه لنا ان احنا نقدر نسجل. قدامنا في بدايه الشوط الثاني عن طريق كابتن اسلام الشاطر الاهلي بيتعادل 3-3، والاول مره الاهلي بيتقدم بقى في الدقيقه 42 خلاص طبعا ضربه جزاء، واللي عملها الكابتن كانت عليك يا كابتن، حسبت عليك. هو حسام غالي عمل اختراق بالكوره في 18 ويعني اتوجد ما بيني وما بين عمرو فهيم، وانا شايف ان هو تكاتف مسموح بيه وتكاتف شارع، لانه كتف في كتف مش زق او كتف في الظهر او الكلام ده كله، لا فكان هو بس كان تكاتف قوي يعني في قوه بحيث انك ممكن تعدي ما تحسبش. لا هي انا بالنسبه لي تكاتف الكتف في كتف دي ما فيهاش اي مشكله ولا فيها اي فاول يعني، لكن هو قويه انا يعني انا مدافع وعاوز اخد الكره بتاعتي على اساس ما حدش يقدر يسجل فيا، فالحكم شاف انها ضربه جزاء وصفر علينا ضربه جزاء مع النزول اللي كان على ابراهيم في التوقيت دوت، وكان جزئي او النادي الاهلي ما قدهمش ان هم غير ان هم يلعبوا على المكسب، فساعتها كانوا بيهاجموا بثلاث مهاجمين وقتها، يمكن كان محمد فاروق واحمد بلال وكان نزل على ابراهيم، فقدر النادي الاهلي كان يسجل في الدقيقه حوالي 42 ونص او 43 الهدف الرابع بتاعه. كانت صعبه جدا عليك دي بقى يا كابتن عطيه وعلى الفرقه كلها بعد تقدم الاهلي. البطوله يعتبر بالدقيقه. هو توقيت طبعا الهدف بتاع الاهلي انت بتتكلم دايما الاهلي مميز انه بيسجل في الدقائق الاخيره او في الدقائق 90 يعني بيفضل عنده امل دايما وبيقاتل علشان يكسب، فلما بيجيب جون في الدقيقه ديت في الدقيقه 43 وفرقه على مستوى كبير جدا من الكفاءه واللاعب المميزين، فاي فرقه تانية المفروض او الاحساس اللي يوصل للعيبه بتاع خلاص الماتش خلص. وانت الاهلي كانت مختلفه يا كابتن قوي في الفتره دي كمان بالتحديد، خاصه ان هو كان عايز يحقق اللقب في نفس الموسم اللي قدر ان هو يحقق نتيجه كبيره على نادي الزمالك. اكيد ما اكيد طبعا، بس هو النادي الاهلي بيبقى ليه هدف، النادي الاسماعيلي ليه هدف، فكل واحد يسعى للهدف بتاعه. احنا كلاعيبه يعني بفضل الله ما تسربش لقلوبنا الياس ولا حاجه زي كده، بل بالعكس احنا جبنا الكوره من الجون وقلنا احنا مش هنخسر يعني احنا انا عمرو فهيم اسلام كان عماد جنبنا يا جماعه يلا سنتر احنا مش هنخسر، وفعلا يعني اي حد في التوقيت دوت انت فاضل دقيقه او دقيقتين هتعتمد على انك تلعب كره طويله علشان تقدر توصل لمرمى المنافس بسرعه وتبقى موجود في الحتت او في المناطق الهجوميه بتاعتنا او المناطق الدفاعيه للخصم يعني. فقدرنا ان احنا اسلام ياخد الكوره ويروح ويعمل لعماد طبعا كره الكابتن اسلام الشاطر. وانت بتتكلم خلاص الدقيقه 43 ممكن يا شيما كان في ايضا هجمه مهمه جدا النادي الاسماعيلي قبل ضربه الجزاء كان ضاعت من محمد بركات طبعا لاعب النادي الاسماعيلي. محمد بركات يمكن راح ومن على 6 يارد تقريبا ومضيع يعني كوره غريبه جدا، فممكن كان يتسرب الياس للعيبه او للجماهير، وقبلها كمان كانت في كوره من نص الملعب محمد بركات ورايح انفراد ويمكن مسكه وائل جمعه اتشعلق فيه بمعنى صح، انا مش عارف دي ما حدش شافها ازاي، لكن ثقه اللعيبه في نفسها وان احنا قدرنا ان احنا نعمل اللعبه دي بالشكل دوت بهدوء اعصاب مش من عطيه صبر بس، لا ده من جميع اللعيبه سواء اسلام بيروح وبيخترق في توقيت صعب جدا ما بين 2-3 لعيبه. اتكلم بقى على ركله الجزاء الرابعه اللي الجزاء اللي اتعملت ازاي اسلام واخترق وفي طلوع الحاضر راح عملها لعماد، عماد عمل انه يلعب فهادي خشبه ولعيب تاني طبعا بيتزحلقوا عمل تاكلنج علشان الكره ما تدخلش جون، راح عملها الحمام فحمام عملها برجل اليمين فشادي محمد طبعا برضو طار وطلع كرة بايديه من الجون زي وزي احسن حارس مرمى يعني. ف دي كان توقيتها بقى هو اللي صعب جدا يعني 47 خلاص توقيت يعني الدنيا انت بتتكلم على مجهود سنه كامله مجهود اداره مجهود لعيبه مجهود جهاز فني بلد بتحلم ببطوله وما حققتش بطوله بقالها كذا سنه والدوري الممتاز من سنه 90 91 ما اتحققش، فالصعوبه بتاعتها جايه من هنا، فدي كانت مش اي حد يعني
انا كابتن عايز كواليس بقى، انا عارف حضرتك يعني ممكن تكون قلت حاجات قبل، لكن عايز كواليس كده ما تعرفش في اللحظه دي بقى بالتحديد ايه اللي حصل وانت مش مصنف قوي في ضربات الجزاء في المباراه دي كمان بالتحديد. المفروض يعني زي ما قلت اسلام الشاطر موجود، كابتن بركات، كابتن عماد نحاس، يعني وانت مش في الحسابات انك هتشوط ضربات جزاء، ايه اللي حصل بالظبط يا كابتن؟ هو اولا انا كنت بشوط ضربات جزاء قبل ما ارجع النادي الاسماعيلي، يعني يمكن انا كنت موجود في 97 لما خدنا الكاس، وبعد كده رحت المنصوره 3 سنين، رجعنا سنه الدوري، فيعني الفرقه اللي انا كنت دايما بروح فيها كنت دايما ببقى محطوط، لكن في المباراه دي مش محطوط في الحسبان، انما يعني هي حاجه يعني لا اراديه، انا من جوايا كحد من ولاد البلد او حد من ابن المكان مش عاوز تعبك يروح، مش عاوز حلم بلد كامله ينتهي مع 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 صعوبه الضربه، او ان ممكن الضربه دي لو ضاعت حلم بلد كلها يروح، او ان انت تفضل عالق في ذهن الناس ان انت اللي ضيعت لنا بطوله او كلام زي كده، فالناس يعني اسلام اللي المفروض تبقى تقيله اكتر على ابن البلد كمان، يعني انت ابن محافظه اسماعيليه، هم كلهم طبعا لعبوا في النادي الاسماعيلي واولاد النادي الاسماعيلي، بس انت ابن البلد بتختلف شويه عشان انت ابن المحافظه، فعشان لا مو عشان كده بقى بتختلف شويه، عشان كده انا يمكن من غير ما احس انا رحت مسكت الكوره، ما قلتش مش جيت اتكلم معاك خالص يعني، او انا شفنا يعني اللي راح عندك يعني لا بصراحه هو ما حدش اتكلم خالص، ما حدش قدر يتكلم يعني هو كابتن محسن يعني سلم امره لله بره ووقف، يعني مش عارف هل ممكن يشد في شعره او ان انا ما اشدش، لا ما اقوله لفلان لو اسلام مش هتشوط، طب قول لفلان الرقم 2 يشوط، فلقى 2 يعني اسلام بيشرب على عند خط النص بيشرب ميه، ورقم 2 ورقم 3 موجودين ورا، ما حدش عاوز يروح للكوره، فلما الان انا ماسكها فخلاص بقى انت في الوقت ده في التوقيت ده ما حدش يقدر يقول فلان شوط او ما تشوطش، فهو سلم امره لله كابتن محسن وسابني اشوط في التوقيت دوت، ويمكن انا كان ليا تركه صغيره او فالوقفه الكوره ديت يمكن زعلت ناس كتير او وقعت قلوب ناس كتيره، لانهم مش متعودين او مش شايفيني قبل كده وانا بسدد ضربات جزاء، لكن الحمد لله قدرت، وعصام الحضري كان وقتها يعني بيتكلم في احسن جون في افريقيا واحسن جون في مصر، وما شاء الله يعني سد عالي زي ما احنا بنقول، فالحمد لله ان احنا قدرنا نسجل الضربه دي. احنا كله بعد عن الكوره في التوقيت ده ما يسجل. لا ده غير كمان بقى انت الجمهور بتتكلم في جمهور النادي الاهلي، يعني كله بعد عن الكوره، جمهور الاهلي كله يعني زايم عليك وعمال يصفر وعمال يوترك، وائل جمعه وجيلبرتو واحد عاوز يخطف منك الكوره، واحد عاوز يعني بيبوظ اعصابك بقدر الامكان على اساس ان انت ايه ثقتك في نفسك تهتز، بل بالعكس انا كنت بمسك الكوره بديلهم، انا اللي بديلهم الكوره، لكن احنا في توكل على ربنا سبحانه وتعالى، بنقرا ايه الكرسي في سري، فالحمد لله ان احنا قدرنا ان احنا نسجل فيها ان شاء الله. قلت لايه بقى للمصنفين في ضربات الجزاء بعد ما انت سددتها وانتوا راجعين بقى بالمباراه بقى؟ لا والله مش انا اللي قلت، هو يمكن الكابتن محسن هو اللي قال بعد كده في المحاضره. يعني طبعا كانت فرحه كبيره جدا ان احنا قدرنا نرجع بنقطه التعادل في توقيت صعب جدا من النادي الاهلي، واستمرارنا في المنافسه على بطوله الدوري مع انتظار جمهور اسماعيليه كله او اسماعيليه كلها طلعت بتستقبلنا من عز الدين لغايه ما رجعنا النادي. المحاضره اللي بعدها في كابتن محسن يعني لغايه الضربات الثابته منها ضربات الجزاء، فقال لك خلاص يعني واحد زي كده في توقيت زي دوت لازم يبقى موجود في الناس اللي بتشوط، فبدا يقول والتلم، يعني هو سماني تلم بعدها لان علشان الاعصاب وهدوء الاعصاب اللي انت بتشوط بيه في الماتشات او في الملعب، لما بتيجي ضربه جزاء رغم ان بيبقى في 1 2 3 اللعيبه نفسها كانت بتاخد الكره بتديها لنا، عشان انا بعد كده بركات او اسلام كل الناس كانت بتاخد الكره في اي توقيت كانت بتديني الكره انا على اساس ان انا اشوط ضربه الجزاء يعني. خلاص بنختم بقى، توج نادي الاسماعيلي بلقب بطوله الدوري العام طبعا من خلال كان بعد مباراه الاهلي كان في 3 مباريات لكل فريق، الاهلي تعادل في مباراه والاسماعيلي قدر ان هو ياخد التسعه بونت، وفاز النادي الاسماعيلي باخر بطوله في 2002. والله هو في موقف الاول يعني انت عارف اللي احنا بنتكلم في 2005 وبتتكلم في 3 مباريات كان القناه وبلديه المحله والمصري بالنسبه للنادي الاسماعيلي، والدوري كان اخر يوم ليه اللي هي مباراه المصري كانت 2/6، وانا كنت محدد من قبل مباراه الاهلي فرحي 6/6، يمكن الكابتن محسن كان بيشد شعره مني تاني بعيد عن ان انا بشوط ضربات جزاء وما بشوطش، ازاي انت بتحدد الميعاد 6/6 ولو حصل ان احنا تعادلنا في النقط مع النادي الاهلي في مباراه فاصله يوم 9/6، فانا قلت له يا كابتن ما تقلقش ان شاء الله ما فيش ماتشات فاصله واحنا هنكسب الدوري من قبل ما تبقى في مباراه فاصله يعني، فديت طبعا كان بيبقى خلاص انت بتلعب انت بقى على قدراتك
وعلى طموحك ان انت خلاص فاضل لك ثلاث ماتشات انت تكسب الثلاث مباريات دول، يبقى انت بتتوج ببطوله الدوري من غير ما تنتظر النتائج بتاعه مباريات الاهلي. فكانوا ثلاث ماتشات صعبين جدا، بتتكلم في نادي القناه مباراه دايما بتبقى ديربي ما بيننا وبين نادي القناه، ومن اصعب المباريات اللي بتبقى موجوده. فقدرنا ان احنا نكسب المباراه ديت 1-0 تقريبا. بلدية المحلة كان جيل كبير جدا وعظيم جدا في بلدية المحلة موجود في التوقيت دوت، أحمد فاروق على محمد درويش أكرم عبد المجيد، يعني كوكبة كبيرة جدا من النجوم. ان انت تروح هناك وتقدر تطلع بالنتيجة 3-0 فدي نتيجة كبيرة جدا. آخر مباراة مصر الأخيرة ضغط عصب كبير بقى، يعني ضغط عصب كبير جدا على ولود زياده على اللعيبه، لان الجماهير الاسماعيلاويه من اخر اسبوع او من اخر مباراه بلديه المحله والناس بتحتفل ببطوله الدوري وبتقول ان بطوله الدوري دي بتاعتنا، وبيجهزوا الحفلات بتاعتهم. هنحتفل هنا في حفله وهنا في حفله وهنا في حفله. الناس من الساعه 6 الصبح مباراه المصري، الحاجات التشجيع والصفافير والحاجات ديت، تخصيص مدرج للسيدات موجود، سماعات كبيره جدا محطوطه في الملعب. فاحنا نازلين علينا اجواء جميله، لكن الضغط علينا كبير جدا. وتوج نادي الاسماعيلي باللقب، الحمد لله ان احنا قدرنا نحقق بطوله ونسعد جمهور اسماعيليه دايما اللي بيوفر النادي. طبعا يا كابتن عطيه، وانا بتكلم مع حضرتك والمباراه صنفت انها واحده تعتبر من مباريات القرن، شايف ازاي بقى الفتره دي كلام على لقب او لقب القرن الافريقي، والكلام ما بين الاهلي والزمالك، يعني واحد من اهم اللعيبه اللي شاركت في مباراه القرن بقى بين الاسماعيلي. هو بالنسبه للمباراه بتاعتنا مع النادي الاهلي فعلا يمكن صنفوها الخبراء والنقاد في التويت دوت بافضل مباراه. يمكن الحكم كان حكم اسباني اللي بيحكم المباراه، قال لك بعد المباراه كان مبسوط جدا بمستوى اداء الفريقين، وقال لك يعني انا كاني بلعب مباراه في الدوري الاسباني ما بين برشلونه او ريال مدريد. والله يعني اجواء الصراع طبعا، يعني لا يعني انا مش عايز احدد ولا اقول الاهلي ولا الزمالك، وما فيهاش دبلوماسيه يعني لا يعني اكتر انا اللي انا بشوفه ان اكتر نادي توج ببطولات هو يبقى نادي القرن. بس يعني هو في ناس تقول لك الاهلي وناس تقول لك الزمالك، فالاكتر فيهم تحقيق البطولات يبقى هو نادي القرن، يعني انت فاهم، سواء في افريقيا بقى او في مصر، فدي مش هتفرق كتير يعني. بس لكن ايه الخلاف اللي عليه؟ مفيش خلاف يعني. وبعدين كويس قوي ان احنا لو هنيجي نقول نادي القرن سواء في افريقيا او هنا وهنا، كفايه ان الفريقين من مصر يعني، سواء الاهلي او الزمالك يعني. شايف الاجواء ازاي في مصر يا كابتن، وانتقالات اللاعبين والاسعار والمبالغ اللي بتتحط في الفترات اللي فاتت ما بين الانديه، بتقيم ده ازاي من وجهه نظرك؟ والله انا شايف ان المبالغ دلوقتي ديت مبالغ مبالغ فيها بشكل كبير جدا، والاحتراف يعني يمكن الانديه الشعبيه اكتر فرق او اكتر بتعاني من نظام الاحتراف اللي موجود حاليا، داخل فيها نظام الاستثمار، سواء بيراميدز او كان في دجله في انديه تانية، وبيتحط ارقام مبالغه في اللعيبه. فحتى لو في عندك لعيب كويس ما بيجيش ما بيروحش الانديه الشعبيه، فانت في انديه بتقوى لنتيجه ان انت عندك الماده دي بشكل كبير، وفي انديه تانية حتى وان كان جماهيريه بتبقى ضعيفه ومش قادره تجاري الحاله اللي موجوده يعني. فدي طبعا يعني انا شايف ان المبالغ بصراحه مبالغ فيها كتير جدا. يعني رينج يبقى كام يا كابتن الافضل لاعب في مصر؟ والله افضل لاعب في مصر انا يعني مش هيعدي 5 مليون جنيه. ما يعديش 5 مليون. انا واضح وصريح معاك يعني. لكن المبالغ انا بسمع مبالغ، هي دي رزق طبعا، وربنا يوسع على الناس ويرزق الناس كلها برزقهم. انما ان انا لعيب بياخد 20 ولا 25 مليون جنيه في السنه، وتلاقي في الاخر الاجمالي ما شاء الله ربنا يعني يحميهم ويزيدهم وكده، لكن لا ما فيش في مصر لعيب يستاهل اكتر من ال 5 مليون جنيه في في في, في السنه يعني. اللي وصل الارقام للمرحله دي زي ما اقول استثمار عناد بعض الانديه مع بعض في بعض التوقيتات، ان انا ببقى مصر ان انا اخد لعيب معين مهما كلفني الامر، فبتبدا القيمه التسويقيه للعيب ده تزيد، ومن بعده بقيه اللعيبه بتيجي بتبص على الارقام اللي بتدفع، فعاوزه بقدر الامكان تقرب من الرقم اللي اتدفع في اللعيب اللي قبل منه. فالعناد مش اكتر هو اللي بيعلي اسعار اللعيبه في مصر. اللي جاي شايفه ازاي من وجهه نظرك؟ اللي جاي صعب يعني. انا يعني في الفتره الحاليه ديت ربنا يا رب يحفظ مصر ويحفظ شعبها ويفرج الغمه اللي احنا موجودين فيها يعني. توقيت صعب وصعب على كل الرياضيين اللي احنا فيه.
يعني انا اللي جاي انا عايز سواء استكمال الموسم او عدم استكمال الموسم، انا مع عدم استكمال الموسم السنه دي، لان الحكايه كلها شهرين وبتبدا استعدادك للموسم الجديد. زياده درجات الامان بالنسبه للعيبه والعاملين وكل اللي شغال جوه المنظومه الرياضيه في مصر، فانا مش مع استكمال الموسم دوت، وتاخد الاحترازات بتاعتك بقى بالنسبه للموسم الجديد، وتبقى العمليه فيها امان اكبر من كده ان شاء الله، وتبقى بدايتنا ان شاء الله الموسم اللي جاي. كابتن، يمكن احمد فتحي اكيد لعب مع حضرتك في فتره داخل نادي الاسماعيلي طبعا، وحصل مع نادي الاسماعيلي بطوله الدوري عام 2002 برضو، كان لسه 16 سنه. كنت بتتعاملوا معاه ازاي يا كابتن؟ وهل انت حضرتك شايف ان عقليه احمد فتحي كانت في التوقيت المعين اللي هو وصل له او المرحله دي، ان هو حته العاطفه عنده مش موجوده قوي، بدليل حتى الموقف الاخير لانتقاله من الاهلي لبيراميدز؟ اولا احمد فتحي من اللعيبه الرجاله جدا، اللعيبه المحترمه جدا، وهو لعيب ذكي جدا. يعني احمد يعني كان متواجد معنا في سنه الدوري وهو عنده 16 سنه، نتيجه احترامه واخلاقه اللعيبه كلها احتوته، وهو اقرب من الناس كلها، فعلشان كده اندمج وسط المجموعه بسرعه، وحس انه مفيش فرق ما بينه وما بين اللعيبه الكبيره، واللعيبه الكبيره بتقدره، فبدا يعني يؤدي اداء نجم كبير، وده اللي كان موجود بالنسبه لاحمد فتحي، ودليل على كده تواجده في جميع المنتخبات بالنسبه لمصر. انتقاله لبيراميدز يعني زي ما بقول لك ده عصر احتراف. اذا كان احمد فتحي عنده 34 او 35 سنه، اللعيب يعني معلش ايا كان، البحر بيحب زياد زي ما احنا بنقول، وكل واحد بيدور على رزقه وتامين مستقبله ومستقبل ولاده، فانت بتتكلم في قيمه تسويقيه او قيمه ماليه بالنسبه له هو حاجه كويسه وتامين له مستقبله، فهو فكر فيها بشكل كويس بشكل طبيعي. يعني اي بني ادم او اي لعيب هيفكر بالكلام ده، ان انا عايز مصلحتي. لا، فهو احمد، انا بالنسبه لي لا، احمد عمل الصح، عامل الصح. كابتن، في النهايه بنشكر حضرتك جدا، عشنا مع حضرتك ذكريات جميله، اتكلمنا في عدد من الملفات، نتمنى لك يا رب يا كابتن عطيه دايما كل التوفيق في تجاربك التدريبيه المتميزه اللي كانت في اكتر من مكان الفتره اللي فاتت. ربنا يخليك يا استاذ شريف يا رب، وكل سنه وانتم طيبين، وربنا يعود عليكم الايام بخير يا رب. شكرا. يمكن بالتاكيد يا شيما ده كان لقائنا مع واحد من نجوم نادي الاسماعيلي السابقين، واحد طبعا الكوادر التدريبيه المتميزه في التوقيت الحالي، الكابتن عطيه الصابر، والان العوده ليك، تفضلي. شكرا ليك زميلنا شريف عادل، شكرا طبعا لكابتن عطية صابر نجم النادي الإسماعيلي السابق، نورتنا في 60 دقيقة. بعدنا دلوقتي مع فاصل سريع ونرجع نكمل بعد كده فقراتنا في 60 دقيقة، خليكم معنا. رجعنا سريعا وبنوصل معاكم لفقرتنا الاخيره النهارده في 60 دقيقه. فقرتنا الاخيره دي بتكون اجاباتكم وردود افعالكم على سؤال حلقتنا النهارده. سؤال حلقتنا النهارده كان مختلف الى حد ما، طبعا كنا بنتكلم عن مسلسلات رمضان على مدار ال 30 يوم اللي فاتوا دول، اكيد طبعا حضراتكم تابعتوا مسلسلات شهر رمضان. لو بقى هتوصف اللعيب المفضل ليك في فرقتك المفضله باسم مثلا مسلسل من المسلسلات اللي انت اتفرجت عليها في شهر رمضان، هتوصفه بايه؟ تعالوا كده سريعا نشوف انتوا اخترتوا ايه. علاء بيقول معلول البرنس، اختار لعلي معلول اسم البرنس. محمد بيقول فرجاني ساسي برضو البرنس. أسامة بيقول ديانج الفتوة. علي بيقول طارق حامد الفتوة. ومن الفيسبوك جباسكي بيقول طارق حامد ياخد لقب الفتوة، صالح جمعة فرصة تانية حلوة دي، بن شرقي البرنس، شيكابالا لما كنا صغيرين، أحمد فتحي الاختيار، كهربا وياسر إبراهيم اتنين في الصندوق، محمد إبراهيم وأيمن حفني النهاية. أشرف عادل بيقول طارق حامد الفتوة، صالح جمعة فرصة تانية برضو، رمضان صبح البرنس، حسام عاشور النهاية، أحمد فتحي وشريف إكرامي اتنين في الصندوق. عز محمد بيقول طارق حامد هياخد لقب الفتوة، صالح جمعة فرصة تانية، واضح أن صالح جمعة هو اللي واخد لوحده يعني منفرد بمسلسل فرصة تانية. حسام عاشور النهاية، أحمد فتحي وعبدالله السعيد اتنين في الصندوق. جو أيمن بيقول الفتوة طارق حامد ورمضان صبحي، محمد الشناوي وعلي معلول البرنس، سكر زيادة أشرف بن شرقي.
شريف فؤاد بيقول النهائية حسام عاشور، الفتوة طارق حامد، لما كنا صغيرين شيكا، خيانة عهد كهربا، وبميت وش أحمد فتحي. دي كانت بعض الإجابات اللي وصلت لنا النهاردة ردا على سؤال حلقتنا اللي كان مختلف برضو. بشكركم جدا طبعا على حسن المتابعة، ونشوفه بكرة إن شاء الله من الساعة 3 للساعة 4 في حلقة جديدة من 60 دقيقة. يوم سعيد على حضراتكم.